لما فرطنا في هذا الأمر أصبحت أمورنا كما تشاهدون. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الإنسان يتغلغل الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، لا يقول إلا خيرا أو يسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. إكرام الضيف من الأخلاق الطيبة اللي كان العرب معروفون بها في الجاهلية، وجاء الإسلام وحث عليها. فالإيمان بالله والإيمان بما أمر الإيمان به من أمور من أركان الإيمان الست أو أصول الإيمان الست هي التي تدفع الإنسان أن يكون مسلما مؤمنا موحدا كما أمره الله عز وجل. قبل ما ندخل في أركان الإيمان، لأنها ستة وكل ركن لا بد له من تفصيل، لابد أن نعرف ما معنى الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق. تقول آمنت لفلان، يعني صدقت. جاوبوا ما تخافوش، يعني صدقته، يعني رانا جينا نتعلم، رانا كيماتهم رانا نتعلم. قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف لما ذهبوا به وقالوا إن الذئب قد أكله، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، قالوش بنا، بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدقنا. وقال قوم نوح لنوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أن نصدقك ونتبعك ونعبد إلهك وقد تبعك الضعفاء والفقراء والمساكين. فالإيمان في اللغة هو التصديق، ديرها منيح في بالك، دير حفرة داخل راسك ودخل الإيمان، يعني التصديق. شرعا التصديق الجازم والاعتراف التام بكل ما أمر الله عز وجل وأوجب الإيمان به من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. تصدق بقلبك وتعترف بلسانك وتنقاد بجوارحك، لأن الإيمان ماشي كما يفهمه عامة الناس. وش يقولوا الناس؟ الإيمان، الإيمان في القلب. لا لا يا أخي، هذا تعريف ناقص. الإيمان ما وقر في القلب صحيح، لكن وصدقته الأعمال، فهو تصديق القلب واعتقاده وعمل الجوارح ظاهرا وباطنا. كاين أمور يقوم بها القلب داخل ما شوفوهاش، كالمحبة، كالتوكل، كالخوف، كالرجاء، كالخشية، كالإنابة، هذه كلها أعمال باطنة ما شوفوهاش. الأعمال الظاهرة معروفة، الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، هذه كلها داخلة وين؟ في باب الإيمان. يعني الإنسان لما يقومش بالأعمال التي أمره الله عز وجل بها، وش نقول له؟ إيمانك ناقص. لذلك كان السلف رحمه الله يقولون: الإيمان قول القلب واللسان. حتى القلب يتكلم، حتى القلب يعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. القلب يا جماعة هو الأصل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، حاجة صغيرة، القلب حاجة مخلوق صغير، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب هو ملك الأعضاء، هو الذي يسير جميع الجوارح، العينين واللسان والشفتين واليدين والرجلين، هو اللي يحركهم. لذلك الإنسان إذا قلبه مرض والعياذ بالله يتوقف في جسمه كل شيء. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعياذ بالله.
والله عز وجل قد رتب على دخول الجنة بالإيمان والنجاة من النار. الإنسان المؤمن جزاؤه المؤمن جزاؤه إن شاء الله الجنة، وينجيه الله عز وجل من النار، وعليه رضوان الله عز وجل. يترتب على الإيمان رضوان الله عز وجل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أعظم شيء يناله المؤمن لما يدخل الجنة أن يرضى الله عز وجل عليه. كذلك ما يترتب على الإيمان الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. الناس كاملة يتحوس على السعادة ولا لا؟ كل الناس تبحث عن السعادة، واحد يقول لك السعادة في المال، واحد يقول في المناصب، واحد يقول لك في غيرها، لكن السعادة الحقيقية في الإيمان بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شتو الإيمان شحال مليح؟ مليحنا مش مليح؟ يوفر لك الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة يوم القيامة، وتنال الدرجات الرفيعة عند الله عز وجل والمنازل الطيبة. المؤمنون هم أرفع الناس مقاما عند الله عز وجل. يجوا في الدرجة الثانية بعد من؟ شكون يقول؟ بعد الأنبياء. المؤمنون حقا بالله عز وجل ينالون درجة الصديقين، والصديقون هم أعلى الناس مقاما. الله عز وجل يقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم اعلموا رحمكم الله أن زيادة الإيمان له أسباب وله أمور يجب على الإنسان أن يوفرها، منها تدبر الآيات والأحاديث الواردة في فضل الإيمان. حبيت تتعرف على فضل الإيمان، أقرأ قرآن كلام الله عز وجل وأقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تحث الناس على الإيمان ولا يسع المقام لذكرها. كذلك من الأمور التي تزيد الإيمان تدبر الآيات الكونية، الشمس، القمر، الليل، النهار، الزلازل، الفيضانات، عافانا الله وإياكم. فهذا الأمور تزيد الإنسان إيمانا وتقوي إيمانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف والخسوف إنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما من يشاء. كذلك من ضمن الأمور التي تقوي الإيمان معرفة الله عز وجل ومعرفة أسماء الله عز وجل الحسنى، وستكون محاضرة إن شاء الله في أسماء الله عز وجل الحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها ليس معناه عدها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس خلاص دخل الجنة، لا تحصيها تعدها وتفهم معانيها وتعمل بمقتضاها، فلما تعمل بمقتضاها يزيد إيمان. كذلك من الأمور التي تزيد الإيمان تدبر القرآن الكريم قراءة وسماعا. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، خاصة لما تسمع القرآن الكريم من قارئ متمكن يصل إلى القلوب، يحرك فيك الإيمان،
وتخشع وتبكي، تتمنى لو كان هذا القارئ هذا ما يحبسش، لأنه يذكرك بالله ويذكرك بالجنة ويذكرك بالنار. فالإنسان لا يحب الإيمان دياله يزيد، لأننا كلنا نشتكي من نقص وضعف الإيمان، عليه بسماع القرآن بتدبر، مش يقعد تسمع القارئ هذا كشراه يطلع ويحبط وراوي يروح ويجي، لا لا، تسمع تتدبر كلام الله عز وجل. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل في كل وقت، في كل وقت، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، في كل في كل في كل عمل يقوم به الإنسان ذكر. كيجي راح تاكل تذكر الله عز وجل، كيجي راح ترقد تذكر الله عز وجل، لما تخرج من بيتك تذكر الله عز وجل، لما تدخل المسجد تخرج تذكر الله عز وجل، راك عايش في حياة طيبة، في إيمان، والإيمان ديالك يزداد ويتضاعف. الأمر الخامس أيضا معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق والأوصاف الكاملة. الله عز وجل يقول في شأن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. إحنا على شر الأبعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لم نعرفه حقا، وكما قال سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إحنا وقتاش نعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقتاش؟ يوم واحد في السماء نهار مولود، يشعلوا الشمعة منا وشمعة منا، زاد النبي وفرحنا به، عام كامل لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، بل لو تسألهم عن أسمائهم ما يعرفوهاش، قل له أعطيني زوج أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو ما يعرفهاش، يقول لك محمد ابن أبي طالب ابن كذا، حتى اسم جده ما يعرفوش، اسم بابا ما يعرفوش. فنسأل الله عز وجل أمين. كذلك مما يقوي الإيمان ما جاء في قول الله عز وجل في بداية سورة المؤمنون، شوفوا سورة اسمها الله عز وجل بالمؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالقيام بهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل أو هذه الصفات مما تقوي الإيمان وتنميه وتزيده. الخشوع في الصلاة يقوي الإيمان، البعد عن اللغو يقوي الإيمان، الزكاة طهارة للقلب وطهارة للبدن، فالإنسان يحافظ على هذه الأمور. كذلك مما يقوي الإيمان مجالس الذكر، مثل هذا المجلس الطيب المبارك، الإنسان الآن راح يحس روحه شغله في الجنة، صح؟ لما يخرج من المسجد ينسى ما كان عليه من الإيمان وقوته. لذلك حنظلة رضي الله عنه وأرضاه جاء كان النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، حس في نفسه بأنه منافق، قالوا: يا رسول الله، لما نكون معاك نكون في حالة من قوة الإيمان وغير ذلك، لما نذهب إلى بيوتنا وأهلينا وذرارينا ونعافس الأهل والأولاد نشعر بشيء آخر. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو بقيتم على الحال الذي تكونون معي لصافحتكم الملائكة. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، لما يكون في حالة إيمان وتقوى وغير ذلك وذكر، أراه في مقام مرتفع وإيمانه يقوى، لما يخرج من ذلك المقام، يخرج من المسجد، يبدأ ينقص الإيمان دياله، يبدأ ينقص. فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيمانه. عباد الله، مما يضعف الإيمان ضد هذه الأشياء كلها، هذه الأشياء ضده، من شعب الكفر والنفاق ومقارفة الذنوب والمعاصي
والوقوع في فتن الشبهات والشهوات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يعني يزول عنه الإيمان ويرفع عنه الإيمان. عباد الله، للإيمان بالله عز وجل وغيرها من الأمور الستة فوائد وثمرات يحصلها الإنسان. الثمرة الأولى والفائدة الارتباط بالله عز وجل، ولاية الله عز وجل، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. الفائدة الثانية الفوز برضا الله عز وجل علينا. الإيمان بالله عز وجل يمنع دخول الجنة، يمنع عفوا دخول النار. الإيمان الكامل يمنع دخول النار، وقليله يمنع الخلود في النار. يعني الإنسان ليحقق الإيمان الكامل يزحزح عن النار ويدخل الجنة التي تسمى المرجئة. يقول لك الإيمان ماشي ضروري، تقدر ما تصليش، تقدر ما تصومش، تقدر ما تحجش، راك مؤمن. فإيمان أبي بكر وإيمان فرعون كيف كيف عندهما شيء عندهم، يعني ماشي لازم عليك تعمل. فهذا خبل وهذا جنون. تتبع الآيات اللي راهي موجودة في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل ما يذكر الله عز وجل الإيمان يذكر معه ماذا؟ العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد له من أمرين: الإخلاص والمتابعة كما سيأتي إن شاء الله. كذلك أن صاحب الإيمان يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. المؤمنين أو المؤمنون ينالون محبة الله عز وجل وينالون محبة الناس، كما جاء ذلك في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب فلان نادى جبريل: أني أحببت فلانا فأحبوه، فيلقى له القبول في السماء. يعني ربي يحبك وجبريل يحبك والملائكة لهم في السماء يحبوك. بسبب ماذا؟ مش انت شباب مش تحطها. لا لا، لأنك مؤمن. فحقق الإيمان تنال محبة الله عز وجل. ينال المؤمن البشارة بكرامة الله عز وجل والأمن من جميع الوجوه. يقول الله عز وجل: وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك حصول الهدى والفلاح الذي هو إدراك كل مطلوب والسلام من كل مرهوب. في بداية سورة البقرة يقول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما هو جزاؤهم؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كذلك من فوائد الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير. الإنسان المؤمن لما يسمع المواعظ، يسمع الخطب، يسمع الدروس، تأثر فيه، تدخل مباشرة. أما الإنسان الذي على قلبه غشاوة والعياذ بالله، والله لو كان تقرأ عليه 60 حزب وتقرأ عليه صحيح البخاري والكتب الستة ما ينفع فيه شيء، لأنه على قلبه غلاف، على قلبه غشاوة. غشاوة ماذا؟ غشاوة المعاصي والمنكرات. لذلك الإنسان تقول له: هاي ما حنصره في الجامعة، والله غير مزار ما داني شرف، أدعي لي ربي إن شاء الله يهديك، ربي إن شاء الله يهديك. لذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله لما سئل قال: ما حكم تارك الصلاة؟ احنا الحوسوق ندخلوا الناس لجهنم، صح ولا لا؟ ما حكم من فعل كذا؟ باش نديها سخونة ونقول هذا أباك لي ديرها هذا يقول النار. يا أخي، علامة تعكسش القضية، علامة تقولوش ليه ما يديرش هكذا يروح للجنة، صح ولا لا؟ احنا الآفة اللي فينا أننا حريصون على إدخال الناس إلى 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 ماذا؟ إلى النار. هذه مهمة شكون؟ ها؟ مهمة إبليس.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أجمعين بالكم كما قلت وجب كان. فأنت احرص على أن تدخلهم الجنة. فقال يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ قال أن تأخذه إلى المسجد أديه للجامع نصحه بإله أرشده. ماشي تقعد تحوس ما حكمه؟ ما حكم من فعل كذا؟ لما يعرف الحكم الشرعي ما يروحش حتى ولو تعلمت بأن هذا الكلام كفر وقاله فلان ما تقولوش كافر تكفره بعينه قل من فعل ذلك فقد كفر. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أول أركان الإيمان التي يجب على العبد أن يؤمن بها وأن يحققها هي الإيمان بالله تعالى. والإيمان بالله تعالى حكمه وشو حكم الإيمان بالله؟ واجب فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أول سؤال يسأله الميت في قبره لما ينصرف عنه أهله وش يقولوا له؟ شحال خليت في الكونت؟ شحال خليت دراري؟ ماذا عملت؟ يسأل عن ربه. فإذا كان الإنسان جاهلا بربه في الدنيا كيف سيجيب؟ أو أصول الإيمان فرض عين على كل مسلم ومسلمة على كل كبير وصغير. الإيمان بالله عز وجل كما يقول العلماء حتى لا أطيل عليكم أنا ضربنا نص ساعة. أولا الإيمان بوجوده، أن تؤمن بوجود الله عز وجل. قد يقول قال هل في وجود الله عز وجل شك؟ كما قال الله عز وجل أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ نكتة فقط في هذه الآية. هذا واحد الإنسان يعني كان تلميذ عند الشيخ دياله ويسمع الشيخ تاعه كل ما يسألوه يقول في المسألة قولان فيها قولان، فهو حبي قلد الشيخ دياله. جاء واحد سأله قال له أفي الله شك؟ قال له فيها قولان. أفي الله شك؟ فيها قول واحد، ليس في الله عز وجل شك أنه موجود. ولكن الإنسان قد يطيح مع إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله، إنسان كافر كيف سيجيب؟ يقول أنا ماركسي، أنا شيوعي، من أمنش بالله. وللأسف قد دخل الإلحاد إلى بلاد المسلمين بقوة خاصة في هذه السنوات. الإلحاد هو الكفر بالله عز وجل والكفر بدينه قد دخل إلى بلاد المسلمين. فالإنسان كان عايش معك مؤمن مصلي موحد إذ به أصبح ملحدا لا يؤمن بشيء، يؤمن إلا بحاجة واحدة فقط لهي المادة، لهي المادة. يا إخواني لجب الإلحاد اللي هو كارل ماركس، عبكم مش كان قبل ما يولي شيوعي قبل ما يولي ملحد؟ شكون يعرف؟ كان حبرا من احبار اليهود، كان عالم من علماء اليهود. كارل ماركس كان حبرا من احبار اليهود. هذه الفائده اليوم سمعتها لليوم قايده. ثم بعد ذلك انقلب، اصبح يؤمن الا بالماده، فنشر المذهب الشيوعي ومذهب الإلحاد. الشيوعية يعني الإلحاد، باش ديروها في بالكم. الشيوعية يعني الإلحاد، والشيوعية للأسف وتغلغلت وتعششت في عقول أبنائنا وبناتنا إلا من عافاه الله عز وجل من ذلك. شيخ كان ماتو كان إنجلز في جوج خدمة في جوج بتقول حاجة شيوعية دخلت ب الجنود الأوفيسيين بعثوهم يقرأوا الفلوس من أسباب انتشار الإلحاد البعثات تروح للخارج.
حبيناش ندخلوا في الموضوع تاع الالحاد وكانوا قاعدين نهضروا في الالحاد ما نخرجوش للالحاد يعني عده اسباب من اسبابها البعثات التي تذهب للدراسه وغيرها يجيبون هذه الافكار الى بلاد المسلمين والعياذ بالله. اول الامور التي تدخل في الايمان بالله عز وجل اولا الايمان بوجوده. وللايمان بوجود الله عز وجل عده ادله منها دلاله الفطره. الفطره جاءت لتدل ان الله عز وجل موجود. كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه. هل قال او يسلمانه؟ ما قال، لأن الأصل في الإنسان أنه مسلم. ويقول الله عز وجل في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، يعني خلقتهم على الفطرة على الإسلام. فاجتالتهم الشياطين. فالفطرة تدل على وجود الله عز وجل. العقل البشري يدل أن الله عز وجل موجود. فمستحيل هذا الكون سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ليس لها خالق وليس لها موجد، كما قال الله عز وجل في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الكفار. هذا الملحدين، هذا المشركين، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني إما أنهم خلقوا من وأنهم هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قبل ما يدخل في قلوبنا، أول ما سمع من القرآن هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، يعني قرأ الطور من أولها إلى آخرها. نحن قرأ الطور من الأول للأخر نص الجامعة. فجبير بن مطعم كان مشركا فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات، وجبير بن مطعم عربي يعني يفهم العربية، والقرآن نزل بلغة العرب، العرب كانوا يفهمون. علاش أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من الكفار امتنعوا أن يشهدوا